تعالوا نتفرج مع بعض على الشات موديول اللي احنا عايزين نضيفه للابليكيشن بتاعنا، ونشوف الشات ده ايه الامكانيات بتاعته. لو انا عامل لوج ان دلوقتي بزكزك، فممكن ادخل اكتب السلام عليكم، ونشوف انا دلوقتي بكلم شخص تاني. انا فتحولك الشخص التاني على براوسر تاني عشان تبقى شايف الموضوع في الريل تايم. فده قال السلام عليكم، شفناها ترد عليها هنا وعليكم السلام، لقيناها طلعت في ريل تايم. وهنا زي ما هتشوف ان في انيبل ديليت بيفتح لك بعض الفيتشرز اللي ممكن من خلالها تتحكم انت في المسجات اللي قدامك. تعالوا نشوف ازاي هنبدا خطوه خطوه نعمل الكلام ده عشان نقدر نعمل شات يشتغل في ريل تايم ويبقى مطلع لي الليست اوف فريندز قدامي كده، ويبقى في نفس الوقت بيمونيتور المسجز اللي بتجيلي من اشخاص تانية. طبعا زي ما انا شايف الشخص اللي انا بختار ان اتكلم معاه بيبقى فيه هنا زي توضيح كده انا بتكلم مع مين بالظبط، وبعد كده ممكن نبقى نزود ان صورة المستخدم اللي انا بكلمه تطلع لي هنا. تعالوا اولا نشوف هنعمل الفريندز ليست دي ازاي باسلوب الفريندز ليست احنا طلعناها قبل كده في الابليكيشن ده، ولكن عملناها باسلوب قلنا ده مش الاوبتيمم، ده مش احسن طريقه ان هي تتعمل بيها، لان كنا بنسيرش على كل المستخدمين اللي في الابليكيشن عشان اطلع منهم اصحابي. لا، انا دلوقتي عايز ادخل اجيب اصحابي على طول عشان الوقت، لان افرض عندك 7 مليون مستخدم وانت عايز تطلع 3 اصحابك، هتلف على 7 مليون عشان تطلع 3؟ مش منطقي. فهنشوف ازاي بقى هنشتغل باسلوب التكنيك اعلى شويه، بس هو كله مبني على اللي فات. لو كنت فاهم اللي فات، اللي جاي مش هيمثلك الا تطبيق على اللي فات بشكل مختلف.